وحلى موضوع كثير بهم السيدات بالذات. سالي، امبارح كان بيصادف اليوم العالمي لمناهضه العنف ضد المراه، 16 يوم من النشاط ضد العنف على المراه، مبادره عالميه بتنهى حاله العنف ضد المراه والنساء بشكل عام وزياده الوعي العام وتعبئه الناس بكل مكان لاحداث التغيير، وذلك ابتداء من 25 تشرين الثاني الى 10 كانون الاول، بهدف الوصول الى اكبر قدر ممكن من النساء المعنفات واكثرهن ضعفا وتهميشا. سلمى، ولا يزال عدم المساواة بين الجنسين قائما في جميع أنحاء العالم، وسيتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات بذل جهود أكثر نشاطا بما في ذلك الأطر القانونية للتصدي للتمييز القائم على نوع الجنس المتجذر بقوة. وللحديث أكثر عن هذه الحملة والجهود المبذولة لتمكين المرأة رح نكون مع المحامية والأستاذة وسام ريحاوي. أهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. أهلا وسهلا، يا صباح النور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. خلينا بالبداية نحكي عن مفهوم العنف ضد المرأة وكيف بيعرفه القانون. بداية اسمحي لي اتطرق لموضوع الحملة لو بكلمتين بسيطة. الحملة تبدأ في يوم 25 تشرين الثاني الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف باتجاه المرأة، وتنتهي هذه الحملة في يوم 10 كانون الأول الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. فهذه الحملة ما بين يومين عالميين. جاءت هذه الحملة بداية في عام 1982 عندما تم قتل 3 نساء مناهضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي في السويد. فجاء هذا اليوم وهو يوم 25 من شهر تشرين الثاني مكرمة لهؤلاء النسوة بشكل عام، مكرمة واتجاه لتوعية ضد العنف باتجاه المرأة. العنف ضد المرأة بشكل عام مصطلح يتخذ بشكل عام للتعبير عن الأعمال العنيفة التي تمارس بشكل متعمد أو بصورة استثنائية ضد المرأة. جاءت الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرفت العنف ضد المرأة بما يلي: هو قيام أي اعتداء ضد المرأة بسبب الجنس مما يؤدي إلى حدوث أي ألم جسدي أو جنسي أو نفسي أو التهديد بوقوع مثل هذا الألم عليها، وأيضا بالإضافة إلى التعسف إلى الحرمان التعسفي للحريات، وذلك في إطار الحياة العامة والخاصة. تمام. يعني وسام، كيف بيتعامل القانون السوري مع العنف ضد المرأة، وهل هناك بنود جديدة وقوانين جديدة واجتهادات تم الشغل عليها؟ تمام. لهذا الموضوع نحن بداية لنعرف ما هي أنواع هذا العنف القائم على المرأة. العنف القائم على المرأة يتدرج في أنواع عديدة، منها العنف الجسدي. العنف الجسدي هو العنف الذي يقع على جسد المرأة سواء باستخدام القوة الجسدية أو باستخدام أي وسيلة أخرى. العنف الجنسي الذي يقع ويقسم إلى نوعين: العنف الجنسي الواقع على جسد المرأة سواء كان الاغتصاب الجنسي أو أيضا الاتجار بجسد المرأة، ويندرج تحت العنف الجنسي التحرش اللفظي. أيضا يوجد لدينا نوع آخر وهو العنف النفسي. العنف النفسي الذي يؤدي إلى تقليل ثقة نفس المرأة بنفسها، وهذه مأساة حقيقية. يمكن هذا أقوى وسام. تماما هذه مأساة حقيقية لأنها تدمر نصف المجتمع والبالي للنصف الآخر. أيضا العنف الاجتماعي، النظرة الدونية للمرأة المطلقة مثلا، هذا النوع من القسوة التي تعامل بها المرأة، إضافة إلى العنف السياسي، حرمان المرأة من الحريات السياسية والمشاركة في الانتخابات. جاء القانون السوري وجاءت الجمهورية العربية السورية وصادقت على ميثاق ومعاهدة رائعة جدا، وهي القضاء على التمييز ضد المرأة بكافة أشكالها بالمرسوم رقم 330 لعام 2002. هذه الاتفاقية كانت بمثابة إعلان عالمي للحرية للمرأة. لماذا؟ لأنها تقوم على موسوعة شاملة للقضاء على التمييز ضد المرأة، فكانت الأساس العلمي العملي والقانوني لحلول هذه الموضوع. لكن للأسف كانت سوريا وتحفظت على بعض المواد الأساسية في هذه المواد. السبب هو ما قانون الأحوال الشخصية، يرجع دائما إرجاعنا لموضوع القانون الأحوال الشخصية في هذا الموضوع.
التحفظ الذي قامت به سوريا على هذه المواد الأساسية أدى إلى إخلاء هذه المادة من جوهر الاتفاقية، وأيضا بشكل منافي للواقع الفعلي التي تعايشه المرأة السورية، فهي وصلت إلى مراحل قوة في التعليم، في العمل، في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية. نعم، يعني وسام مثل ما قلتي، بالرغم من أنه في يمكن بنود ما صادقت عليها سوريا، ولكن المرأة السورية هي امرأة عم نشوفها قادرة ومحققة نفسها بمفاصل كتير مهمة، أيضا من تحمل المسؤولية، وأيضا من سيدات كانوا موجودات بمراكز مختلفة بالدولة. صحيح. اليوم أنت كحقوقية أيضا وكامرأة، شو يمكن الشيء اللي عم تشتغلي عليه مع بعض الحقوقيات لحتى تحصلوا على حق السيدات اللي يمكن عم تشوفوا أنه لسه ما وصلت له؟ المرأة السورية، تأكيدا لقول الأستاذة، المرأة السورية قطعت أشواطا أكبر من مثيلاتها من الدول العربية الأخرى، فنجدها الآن نحن رئيسة مجلس شعب، وزيرة، نائبة رئيس الجمهورية، قضاة، محاميات، إعلاميات، نجدها في جميع وشتى مفاصل الحياة. لكن في هذه الظروف التي نعيشها أيضا بالأزمة السورية، بالحرب الذي نحن نعيشها، المرأة تعاني بشكل عام وبشكل جوهري وبشكل مفصلي. لنفرض أنه الأزمة التي حلت في بلدنا الآن، ماذا حل بالتعليم؟ الزواج المبكر الذي منع تعليم باقي الفتيات، النساء التي فقدت زوجها عم بتراجع مشان قصائم، عم تتعرض لاستغلال جسدي ونفسي. هذه المأساة التي نتعرض لها دائما في محور نقاش ومحور حوار جميع المثقفات والنساء الناشطات السوريات للوصول إلى أعلى ما يمكن وصوله في الطموح الذي نصل له المرأة السورية والذي يليق بها. تماما، المواضيع الأساسية التي تسعى إليها المرأة السورية هي حقيقة أنه يوجد عقبتين أساسيتين أمام المرأة السورية. العقبة الأولى هي ذات طابع تشريعي وقانوني، فالقانون منحها حقوقها في العمل والتعليم والانتخابات وحريات أخرى، إلا أنه كان مجحفاً بالنسبة لها بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية. بالإضافة إلى الجانب الآخر والعقبة والمهمة والأساسية هي العادات والتقاليد الموجودة في مجتمعنا. تمام، يعني وسام، المجتمع الذكوري هو كمان هو سبب بالنظر النظرة للمرأة كهي، فينا نقول شوي كمستوى دون. تماما، للأسف. تمام، للأسف كتير. قديش القانون باختصار حق المرأة ويعطيها حقها في ظل هيدي النظرة، كونه مثل ما حكيتي نظرته للمطلقة، نظرته للامرأة حتى غير المتزوجة، لا ما بيرحم حدا. هو قديش القانون اجا ليصحح شوي من هيدا العقول اللي من فينا نسميها شوي احيانا هي مريضة. القانون جاء مع المرأة في جميع المجالات، في العمل والتعليم والمشاركة في الانتخابات السياسية وفي جميع المجالات، لكنه مجحفا معها في قانون الأحوال الشخصية. لذلك نأمل دائما في تعديل هذه المواد بما يتناسب مع حقوق المرأة بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، المرأة هي أيضا يجب أن تأخذ حقها كمواطنة، لها حقها في اكتساب الجنسية وأعطائها لأطفالها. هذه النقطة محور أساسي وجوهري بالنسبة للنساء السوريات. يدرس هذا الشيء؟ تماما يدرس، ولكن لم يبت به إلى الآن، ونأمل نحن بإذن كمان الله يعني من أعطاء قرارات مفيدة ومن كل المحاميات أنه يكون المشاكل اللي عم تشوفوها بتنفيذ يمكن بعض القوانين. تماماً. يكون في عمل عليها أكثر، موجود هذا باعتبار أنتم موجودين بهذا الموضوع، بتعرفوا فيه أكثر، يكون في عمل ايضا من قبلكم، لانه نحن دائما بننتقد الشيء نفتقد للعمل الحقيقي عليه. بدنا نشكر وجودك معنا، بايدكم انتم عم تضووا على هذا المواضيع، ونحن بنتشكركم. الاعلام هي الشيء الرائع اللي بيضيء على هذه النقاط الاساسيه والجوهريه بحياه المراه. اكيد، شكرا لكم، موصول لكم. اهلا وسهلا فيك وسام، ان شاء الله يا رب بنكون بمواضيع ثانيه، ان شاء الله يا رب بتوصلوا لهدفكم كاساتذه وقضاة يعني ومحامين لنقدر نرتقي، لانه هو القانون طبعا اعلى شيء يعني. تماما، فان شاء الله يا رب تحققوا اللي بدكم اياه. ميرسي لحضرتك، والشكر لك. شكرا لحضرتك. شكرا. اهلا وسهلا.